هو طبعا لا يخفى عليك دكتور فريد أنه في العهد الجديد في وقت لاحق أنه الرسل ولا سيما الرسول يوحنا عم بحارب بدع، يعني في كذا بدعة، بدعة التهويد مثلا، دعاة التهويد، وفي بدعة أشرس اللي هي بدعة الغنوصية اللي هي دعاة المعرفة. أوكي، فبحاول الواحد يفهم الله بالمنطق وبالعقل، وبيعمل استنتاجات، فالاستنتاجات إنه لا يمكن أن يكون يعني الله بيتجسد، لأنه الجسد مادي والمادة شر. فعم بحاربوا هاي البدعة، بقول لا، المسيح اتخذ جسد في ملء الزمان وفعلا صار إنسان، ويوحنا عم بشهد كنا معاه، أكلنا وشربنا وشفنا ولمسنا وعيننا، يعني بحاول يثبت مثل ما ذكرت حضرتك أنه الكلمة صار جسدا فعليا، ورأينا مجده فعلا. عشنا معاه 33 سنة ونص تقريبا، لكن دايما بموضوع هوية المسيح إلا يكون في إنكار، ففي إنكار للاهوت، وفي إنكار للابن، وإنكار للأب، واللي الكتاب يسميه روح ضد المسيح اللي بتحارب هذه الأمور في الوحي الكتابي. بالضبط، مظبوط.